في يوم السبت الموافق للسادس عشر من أبريل لعام 1974، خرج المواطن البحريني حسن وهو سائق سيارة أجرة في منتصف العمر من منزله متجها لعمله في الصباح الباكر، حيث كان حسن معتادا على الخروج من منزله كل يوم في حوالي الساعة الخامسة فجرا للتجول بسيارته في شوارع البحرين بحثا عن الرزق. في ذلك اليوم لم يعد حسن في نهاية جولته الصباحية لتناول طعام الإفطار مع أسرته كما جرت العادة، ولذلك فقد شعر أفراد أسرته بالقلق بعض الشيء، لكنهم شعروا بالفزع عندما لم يظهر حسن حتى فترة الظهيرة، وعندما سألوا عنه عند جميع أصدقائهم وأقاربهم لم يجدوا له أي أثر، فقرر أبناء حسن وزوجته اللجوء للشرطة. في ذلك الوقت كانت البحرين لا تزال دولة ناشئة، وكان مجتمعها مترابط للغاية، ولم تكن الجرائم أو الحوادث الاختفاء متفشية بين السكان، ولذلك فقد حظيت قضية حسن باهتمام كبير من سلطات الأمن التي نشرت وحداتها ودورياتها في أكثر من مكان للبحث عنه. في الوقت ذاته بدأت السلطات تحقيقا موسعا لتكشف إذا ما كان هناك شخص ما من الممكن أن يستفيد من اختفاء حسن المفاجئ، وخلال هذا التحقيق قام المحققون باستجواب عدد من المقربين من أفراد حسن وأسرته. في هذه الحلقة من قناة وقائع سنتابع معكم سير التحقيقات في هذه الجريمة التي تعد إحدى أوائل جرائم القتل الرسمية في مملكة البحرين بعد إرساء القوانين والنظم الحديثة التي استبدلت الأعراف القبلية التي كانت تحكم المجتمع فيما قبل. لذا لا تفوت مشاهدة هذا الفيديو حتى النهاية. أشار جميع ما تحدثوا مع المحققين من المقربين من حسن بأنه كان شخصا مسالما ولا يهتم سوى بجمع المال الكافي لدعم أسرته من خلال عمله على سيارة التاكسي الخاصة به، ونتيجة لذلك فلم تكن له أي عداوات باستثناء جار له يدعى إبراهيم. كان إبراهيم مساعد كهربائي شاب يبلغ من العمر 36 عاما، وكان متزوجا من شابة هندية، وكانت داره متخاتمة لدار حسن منذ عدة سنوات. كان إبراهيم وحسن جاران متحابان لعدة سنوات، حتى إن إبراهيم أجر جزءا خارجيا من منزله لحسن ليستخدمه الأخير كمرآب خاص بسيارة التاكسي خاصته، فضلا عن أن حسن دعم جاره في السابق عندما فشلت زيجاته السابقة قبل أن يتزوج من خير النساء. كان إبراهيم موظفا في وزارة الكهرباء البحرينية، وكان ذلك العمل يدر عليه دخلا جيدا يجعله قادرا على إعالة أسرته ويسمح له بمساحة من وقت الفراغ الذي يستغله إبراهيم لممارسة هواياته واللقاء بأصدقائه. لكن زوجته الأولى كانت تنغص عليه مرحه ولعبه، حيث كانت امرأة غيورة للغاية، وكانت تخشى من أن ينصحه أحد أصدقائه بالزواج عليها أو أن يكون في الأساس يمضي هذا الوقت مع امرأة أخرى. استحالت الحياة بين إبراهيم وبين زوجته الأولى، وقد نصحه العديد من أصدقائه بتطليقها واستبدالها بزوجة أصغر منها سنا تكون أقل اهتماما بتلك الشؤون، وقد سمع إبراهيم لنصيحة أصدقائه وقام بالفعل بتطليق زوجته والزواج من امرأة أخرى. كانت زوجة إبراهيم الجديدة تختلف عن زوجته السابقة في كل شيء، حيث أنها لم تكن آبهة بأمر إبراهيم على الإطلاق، ولم تكن تسأل عنه سواء عاد مبكرا أم عاد متأخرا أو حتى إن لم يعد أصلا. سرعان ما سئم إبراهيم شعر زوجته الجديدة الباردة والغير آبهة بوجوده البتة، وبدأ يشتاق لمشاعر الحب التي كان يشعر بها مع زوجته السابقة، ولذلك فقد قرر التحلل من هذه العلاقة أيضا وتطليق زوجته الجديدة. وهذه المرة نصحه أصدقاؤه بأن يتزوج امرأة هندية، حيث أن النساء الهنديات كن معروفات بطاعتهن لأزواجهن وحبهن الغير مشروط لهم. لمعت الفكرة في ذهن إبراهيم الذي قرر مغادرة البحرين لأول مرة في حياته في رحلة بعيدة إلى الهند، وبالأخص إلى منطقة حيدر أباد المعروفة بأن غالبية سكانها من المسلمين، وهناك تعرف على عائلة هندية مسلمة وتزوج من ابنتهم الشابة والجميلة خير النساء
والذي مثل اسمها بالنسبة له فال خير وعلامة على تعويض الله له على الزيجات الفاشلة السابقة. عاد إبراهيم إلى البحرين مجددا بصحبة زوجته الجديدة خير النساء التي كانت قرة عينه بالفعل، واستطاعت تعويضه عن الزيجات الفاشلة السابقة حيث كانت متفاهمة ومتسامحة معه، وكانت في الوقت ذاته تحبه وتعشقه، وهي المعادلة الصعبة التي كان إبراهيم يبحث عنها في زيجاته السابقة ولم يوفق. افتتحت خير النساء أيضا مشروعا صغيرا لبيع الحلوى والكعك الذي كانت تعده منزليا لأطفال المنطقة، ومنهم أطفال حسن، لكن إبراهيم كان يغار عليها بشدة ولا يسمح لها بالبيع إلا إذا كان موجودا في المنزل لكي يتأكد بنفسه من سلامتها. سرعان ما أصبح إبراهيم مهووسا بزوجته الجديدة وأصبح يغار عليها بجنون، وقد نما داخله شعور مفاده أن جميع الرجال يحسدونه على خير النساء ويتمنون الظفر بها لأنفسهم، ولذلك فقد شعر إبراهيم بخطر فقدان خير النساء، وتنامى ذلك الشعور داخله يوما بعد يوم، خصوصا أنه لم يسبق له الإنجاب لا منها ولا ممن سبقتها من الزوجات، مما يعني أنه يعاني من مشكلة ما، وقد كان أي رجل آخر قادرا على إغواء خير النساء واستفزاز عاطفة الأمومة لديها لتترك إبراهيم وتتزوج منه. كان حسن أحد الأشخاص الذين يمثلون خطرا بالنسبة لإبراهيم، على الرغم من أن الجار لم يفعل أي شيء ولم يقم بأي تصرف يوحي بأنه يفكر في خير النساء، لكن إبراهيم كان في ذلك الوقت قد أصبح مهووسا بزوجته وبالغيرة عليها بشكل جنوني. كان حسن شخصا نشيطا ومفتول العضلات ووافر الصحة، فضلا عن كونه أبا لعدد كبير من الأبناء الذي أشقاه دعمهم ومساندتهم طوال سنوات، لكن إبراهيم لم يرى من ذلك المشهد سوى خصوبة حسن وقدرته على الإنجاب ومما يظهر على جسده من قوة وفتوة، الأمر الذي قد يفتن خير النساء ويجعلها تقع في غرامه. ولذلك فقد بدأ إبراهيم يغير معاملته لصديقه وجاره بشكل لاحظه الجميع، وكان يحذره باستمرار من استخدام المرأة في حال عدم وجود إبراهيم في المنزل. لم يفهم حسن سر تغير صديقه في البداية، لكن حادثا وقع بين الاثنين فيما بعد كان من شأنه أن يوضح الأمور لحسن. ولذلك عندما عاد إبراهيم من عمله ليجد حسن واقفا في المرأة يغسل سيارة التاكسي الخاصة به وهو مندمج ويدندن بعض الأغاني الشعبية، كان حسن قد شمر ثوبه وعقده كي لا يتسخ بالماء، الأمر الذي أدى إلى انكشاف ساقيه وذراعيه المفتولة العضلات. وعندما رأى إبراهيم هذا المشهد جن جنونه وبدأ في الصراخ على حسن وطلب منه أن يستر جسده على الفور. نعت إبراهيم جاره بعبارات كقليل الأدب وقليل الحياء الذي لا يتورع عن الكشف عن أجزاء من جسده في منزل فيه نساء غريبات عنه، وقام بتلقينه درسا لن ينساه حسن ما حي. واختتم حديثه معه بتهديده أن يطرده من المرأب وينهي اتفاقهما إذا عاد لتلك الفعلة مرة أخرى. كان المرأب تابعا لمنزل إبراهيم، لكن كان هناك باب يفصل بين المنزل وبين المرأب، الأمر الذي يعني أن خير النساء يستحيل أن تسترق النظر إلى حسن بينما كان يغسل سيارته. لكن الحديث بالمنطق مع إبراهيم وفي تلك الحالة كان ضربا من الجنون. بعد تلك الحادثة حول حسن تحاشي الحديث أو التعامل مع جاره قدر المستطاع، لكن الأمر تطور بإبراهيم أكثر من اللازم وبدأ يفتعل الشجار مع جاره كلما رآه في الشارع. وفي إحدى المرات وجه إبراهيم اتهاما صريحا لجاره لمحاولته الاعتداء على زوجته في عدم وقت وجوده. أخبر إبراهيم حسن بأن خير النساء قالت له أن جاره استغل غيابه في أحد الأيام وحاول الاعتداء عليها، لكن لحسن الحظ ظهر بعض الصبية الصغار في المشهد لشراء بعض الحلوى والكعك، الأمر الذي جعل حسن يخشى أن يتم اكتشاف أمره وغادر مسرعا. وقف حسن فارغ ألفاه أمام ذلك الاتهام السخيف والذي لم يستطع إبراهيم أن يثبته أبدا، ولم يكن حسن يدري إذا ما كانت تلك مكيدة من خير النساء أم أن إبراهيم اختلق القصة كلها كي يفتعل معه ذلك الشجار. لكن الأكيد أن حسن لم يقف مكتوف الأيدي هذه المرة ودافع عن نفسه نفيا ذلك الاتهام عنه
مؤكدا مراعاته لحسن الجوار التي تقتضي بألا ينظر إلى زوجة جاره بشهوة إطلاقا. كانت تلك الحادثة هي القشة التي قسمت ظهر البعير بالنسبة لعلاقة حسن وإبراهيم الذين اشتبكا مع بعضهما عدة مرات بعد ذلك، وفي بعض الأحيان انتهى الأمر بهما في قسم الشرطة. نما إلى علم المحققين أن إبراهيم توجه إلى مركز الشرطة في اليوم الذي اختفى فيه حسن وسجل بلاغا ضد الأخير. ادعى إبراهيم في بلاغه أنه التقى بحسن في صباح ذلك اليوم، وسرعان ما اندلع شجار بينهما، وفي خضم ذلك الشجار أصابه حسن بسكين في يده ليصيبه بجرح غائر استدعى منه الذهاب للمشفى. بعد أن اتضحت لهم كل تلك المعلومات، انصب اهتمام المحققين على إبراهيم بصفته المشتبه به الرئيسية في القضية. وكانت وحدات الشرطة التي تقوم بإرسالها للمنطقة في الأساس تعمل أيضا على مراقبة تحركات إبراهيم. كانت إحدى سيارات الشرطة متوقفة أمام منزل إبراهيم عندما خرج الأخير من الباب وتحدث معهم مستفسرا عن سبب وجودهم أمام منزله. أخبر ضباط الشرطة إبراهيم أنهم كانوا منتشرين في المنطقة للبحث عن جاره حسن الذي اختفى فجأة، وسألوه إذا ما كان يعرف مكانه. تفاجأ رجال الشرطة من حدة إبراهيم وتوتره أثناء رده على سؤالهم، لكن في خضم عصبيته طلب منهم أن يفتشوا منزله إذا كانوا متشككين في أمره. استجاب المحققون إلى طلب إبراهيم ودخلوا إلى منزله، وفور دخولهم إلى المنزل لاحظوا شيئا غريبا في الفناء، حيث لاحظوا بقعة طينية لزجة في وسط الفناء الترابي. وعندما سألوا إبراهيم عن سر بقعة الطين تلك، أخبرهم أنه كان يعاني من عطل في صنبور المياه، وفي الداخل عثر على ثوب معلق ملطخ بالدماء. وعندما سألوا إبراهيم عن هذا الثوب، أخبرهم أنه كان يرتدي هذا الثوب عندما اعتدى عليه حسن في ذلك الصباح. لم يسفر تفتيش منزل إبراهيم على أي جديد، لكنه كان كافيا لزيادة شكوك المحققين تجاهه، ولذلك فقد قرر ضباط الشرطة استدعاء إبراهيم للتحقيق في مركز الشرطة. في بداية الأمر راوغ إبراهيم قدر المستطاع وأنكر أي صلة له باختفاء جاره المفاجئ، مشيرا إلى أنه على الرغم من كرهه لحسن ولتصرفاته المخزية لم يكن ليقوم بإيذائه على الإطلاق. لكن المحققين لم يصدقوا هذه الادعاءات واستمروا في الضغط على إبراهيم حتى انهار واعترف بالنهاية بجريمته. أوضح إبراهيم لرجال الشرطة أنه اتخذ قراره بإنهاء حياة حسن بعدما شعر أن الأخير يحاول مغازنة زوجته، وهو خط أحمر بالنسبة له، ولذلك فقد وضع خطة محكمة للتخلص من حياة جاره بطريقة مبتكرة. استغل إبراهيم خبرته بالكهرباء ونجح في صنع صاعق كهربائي مميت، حيث أنه وضع حلقة حديدية كبيرة في مؤخرة عصا خشبية وأوصل تلك الحلقة بسلك كهربائي عمومي للضغط العالي. كان يحمل قوة كهربائية مميتة، وقام بتخبئة ذلك السلاح الفتاك في المرآب الذي يوقف فيه حسن سيارته. كان من المخطط أن يباغث إبراهيم جاره عندما يأتي في الفجر لينطلق بسيارته إلى العمل، ويضع الحلقة الحديدية القاتلة حول رقبته تماما كحبل المشنقة. لكن حسن أحس بإبراهيم خلفه والتفت فجأة ليمسك بالحلقة الحديدية بيده. تسببت الصعقة الأولى التي تعرض لها حسن بإفقاده الوعي على الفور ليسقط على الأرض، لكن إبراهيم عندما اقترب منه اكتشف أنه كان لا يزال يتنفس، ولذلك فقد وجه الحلقة الحديدية من جديد إلى رقبته، وهذه المرة كانت الصعقة الكهربائية كفيلة بإنهاء حياته. بعد ذلك شر إبراهيم جثة جاره ودفنه في الفناء الترابي لمنزله، وقد كان في تلك البقعة الطينية التي شك فيها رجال الشرطة عندما زاروه في منزله. تبين للمحققين أيضا أن خير النساء كانت شاهدة على جريمة القتل، فقد رأت زوجها وهو يجر جثة حسن ويقوم بدفنها في فناء المنزل، لكن هددها بأن تلقى المصير ذاته إن هي تحدثت في ذلك مع أي شخص آخر. في نهاية الأمر ودين إبراهيم بتهمة القتل العمد وتلقى حكما بالإعدام. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.